السلام عليكم أعزائي مشاهدين قناة علمك. حلقتنا اليوم من سلسلة حلقات وصفات صحية طبيعية مفيدة لنا، تجدونها على قناتي على اليوتيوب قناة طالب تاب. إذا تحبون تشاهدونا مرة ثانية وتشاهدون الحلقات القادمة، يرجى النقر على زر الاشتراك أو السبسكرايب أسفل الفيديو. وكذلك إذا عجبتكم هذه الحلقة فنتمنى النقر على لايك، وكذلك التعليق أسفل الفيديو في حال جربتم هاي الوصفة، وكذلك نقرا على شير ومشاركه مع الاصدقاء لتعم الفائده. حلقتنا اليوم تتحدث عن وصفه صحيه لعلاج القحه. هذه الوصفه تتكون من الاتي، سجلوا وياي. اولا مقدار متساوي من زيت السمسم، زيت الزيتون، الطحينيه السائله اللي هي نسميها بالعراقي الراشي، لكن بكثير من الدول العربيه يسمونها الطحينيه، وكذلك الزنجبيل الطازج مقدار متساوي على حال زيت الزيتون وزيت السمسم والطحينيه والهاي، وملعقه صغيره، ملعقه شاي صغيره من حبه سوداء اللي حبه البركه. نخلطهم دوني مع بعضهم، خليط نخلطه مع بعضهم، الزيت مع الزنجبيل. الزنجبيل اما يكون اللي هو اليابس نقطع صغار صغار او نطحنه ونضعه مع الخليط، او يكون طازج فنقطع صغار صغار نبرشه ونضعه مع هذا الخليط، تمام، بمقادير متساويه. فخلطناهم نضعهم في قنينه زجاجيه ونتناول من هذا الخليط ملعقه صباحا، ملعقه متوسطه صباحا قبل الافطار، قبل الريوق، قبل ما ناكل اي شيء نتناول ملعقه متوسط، وكذلك نتناول ملعقة بعد العشاء. راح نشوف انه خلال اسبوع انه القحة اختفت ان شاء الله، واقل من اسبوع. وفي حال ان استمرت القحة اكثر من هذه الفترة فاكيد انه هناك عارض يتطلب مراجعة الطبيب المختص، بس ان شاء الله انه هذه الوصفة انه مفيدة انه لعلاج القحة بصورة عامة. وان شاء الله عجبتكم هذه الوصفة، نتمنى منكم مشاركتها مع الأصدقاء لتعم الفائدة، ونقرأ على لايك وشير وكذلك الاشتراك في القناة إذا تحبون تشاهدوني مرة أخرى. مع ألف تحية وسلام وحب وأمان، رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية والبركة. كان معكم طالب جابر.